السلام عليكم، معكم بسمة الحموشية. ياك باغا نكون بحال الحموشي. كيعجبني البوليس وكيعجبني العم الحموشي، حيت عطاني طاولات وعطاني جوج لبسات وعطاني معقم والبافات. باغا نكبر وباغا نكون بحال الحموشي باش نشد لهداك اللي قتل عدنان. انا ام بسمه الشرطيه الصغيره، اللقب الثاني اللي ولا ديالنا الشرطيه الصغيره. بنتي كتحماق على هاد اللبسه ديال البوليس، كتحماق على شي حاجه سميتها البوليس. السبب الاول كان انني عيد الميلاد ديالها ملي دارت 3 سنين طلباتني ماما خدي ليا البيسه، خديت ليها البيسه ديال رجال الامن. صافي بقيت كنلبس لها بحال هكا تكون شي حاجه في المدرسه، تكون هذه كتلبس اللبسه ديال رجال الامن. من بعد من الحجر، مثلا الحجر في شهر 7 كنت خارجه انا وياها وطلبتني ماما عافاك لبسيها ليا لبست البوليس، ونفدت ليها كاع الوليدات. لبست هذيك البيسه وخرجت انا وياها، تلاقيت مع صحافه في الشارع، داروا مع واحد الانترفيو تلاح في اليوتيوب. بعد ما تلاح داك اليوتيوب مؤخرا السيمانه اللي فاتت جاوا البوليس داروا واحد البحث، كيبحثوا على بسمه، مشاو للمدرسه ديالها، تعرف من خلال الفيديو تعرف على المدير ديال المدرسه، الحارس ديال المدرسه، جابهم ليا حتى للدار. جاو، انا ما كذبش عليك، تخلعت انا، البوليس يدقوا عليك تيقول لك فلانه وهذه، تخلعت. حتى قال لي احنا ما كنسولوش عليك، حنا كنسولو على بسمه على قبل واحد الانترفيو دار في اليوتيوب، وراه جايين من طرف السي عبد اللطيف الحموشي، كنوجه ليه تحيه كبيره وكنقول ليه الله يقدرك على عديان هاد البلاد والله يعاونك عليهم. قال لك حنا باغي نديروا لها واحد التكريم. البارح في الليل كان واحد التكريم من طرف ولي الامن الدار البيضاء السي الوردي، حتى هو كان نحيي من هذا المنبر، دار واحد التكريم، عطى لبنتي جوج تلبسات، وحده ديال الصيف وحده ديال الشتاء، وعطاها طابلات من نوع الممتاز ولي بافيت والمعقم، وداروا مع واحد جوله في ولايات الامن، وكان واحد التصاور وواحد الترحيب اللي ما شاء الله. اش غادي نقول، كانت فرحانه هي. بعدا كيفاش اتصلوا بيا وقالوا لي تجي عندنا دابا لولايات الامن، كانت فرحانه بزاف فرحانه. ما نقولش واحد الفرحه، لا انا لا بنتي كنا كنطيروا بالفرحه، لان باش يستقبلوك ولي الامن الدار البيضاء شخصيا ويتصلوا بك ويقول لك جي عندنا ويديروا هذا التكريم ويرحبوا بك، داك الترحيب احسن ترحيب رحبوا بنا، مفخره ليا ولعائلتي. نتمنى من الله، نتمنى من الله ان بنتي تقرا وتكبر وتكون ليا من رجال الامن ان شاء الله. كنبغيك عمر حموشه، هو السلام ديالك.